بندردف مدير المكتب الإعلامي لشركة لبريجا. بداية أهلا وسهلا بك سيد عادل، وهذه المعدات التي وصلت إليكم مؤخرا، كم ستزيد من الطاقة الإنتاجية لديكم؟ تفضل. أهلا بك يا مصباح، تحية لك، تحية للطاقم مصاحب التاسعة. الحقيقة أخويا مصباح ليس بحوزة الأرقام بشكل دقيق، نعم، لكن بشكل تقديري عادل، المعدات ترفع بعون الله الطاقة الإنتاجية لمخرجات أسطوانة الغاز اللي تم توزيعها بشكل يومي على المنطقة. نعم نعم. طيب هذه المعدات ماذا تحوي بالضبط وماذا تعمل؟ هل هي معدات تقوم بتعبية الغاز داخل الاسطوانات؟ هل معدات ربما تعتبر أنابيب؟ معدات ضغط؟ ماذا بالضبط؟ مضخات؟ ماذا؟ نعم في المصباح الشرح التفصيلي فيما يخص الجانب الفني ربما يخلط الأمر عند المستهلك العالمية. طيب كيف من الممكن أن تسهم في إعادة الإنتاج أو ربما زيادة الإنتاج عادل؟ المعدات في مصباح ان تجهيزات الكترونيه ذات يعني عمل يوزن الاسطوانات، نعم، في نفس الوقت اجراء الكراسي اللي يتم من خلالها تعبئه اسطوانه الغاز. نعم، اذا شكرا جزيلا لك السيد عادل بن دردف مدير المكتب الاعلامي لشركه البريغا لتسويق النفط والغاز.